السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا أخواني، اليوم بدي أحكي لكم عن موضوع كثير بهمكم وكثير الناس بتستخدم أو بتستعمله في أمور كثيرة بتخص اللي هي قطع الغيار أو ماكينات اللي بتشتروها من المواقع أو اللي بتشتروها من المصانع اللي هي من الصين أو غير الصين في جميع أنحاء العالم. طبعا بدي أحكي لكم عن موضوع اللي هو كيف انك انت تعمل او نحكي انك تشتري او انك توثق في المورد اللي راح يورد لك القطعة او نحكي الماكينة بالشكل الصحيح ومش ناقصة او مش مبدلة بشكل نحكي عام. طبعا في ناس كثير وقعوا في مشاكل نحكي اثناء شراء القطع الغيار او نحكي الماكينات اللي بتخص اللي هو احنا بنحكي عن شغلنا، اللي بتخص شغلنا احنا بشكل عام، تمام، اللي بتخص أمور الدعاية والإعلان كاملة. طبعا أنت كيف بدك تعمل وثوق أو أنك كيف بدك تعمل اللي هو كونتراكت مع الشركة اللي راح تشتري منها القطعة؟ طبعا أنا راح أعطيكم بشكل عام كيف أنك أنت راح تتأكد أنه هذه فعليا الشركة صحيحة أو أنها بتعطيك أو أنها راح تورد لك القطعة الصحيحة 100% بدون أي نحكي نقص أو تغيير أو مشاكل بإذن الله تعالى. طبعا يا أخوان، أنا نحكي أجتني القطعة هاي، طبعا هذا بلوتر حديث، تمام. طبعا الموديل تبع البلوتر إذا شايفينه H740AX. طبعا هذا اللي هو أوتو كونتونر، هذا كت بيعطيك توماتيكلي كت زي ما حكينا عن طريق الليزر. طبعا هذا الجهاز جديد ووصلني جديد واشتريته عن طريق المواقع لا أكثر ولا أقل. أنا بس عشان أفرجيكو أو أنا عملت هذه نحكي التجربة لناس كثير عساس أنه يأخذوا بعين الاعتبار كيف يشتروا القطعة تصلهم صحيحة 100%. طبعا يا أخوان، هذا الكونتونر اللي أنتوا شايفينه طبعا مش رخيص، غالي. هذا مش رخيص غالي، هذا طلع علي واصل هون بالضبط $1750، تمام يا أخوان. طبعا هذا مقاسه 70 سنتي. فأنا راح أعطيكم الخطوات الصحيحة كيف أنك تشتري القطعة هذه تصلني صحيحة 100% ولا فيها أي نقص ولا فيها أي مشاكل. طبعا يا أخوان، أول شغلة بدك تشتري عن طريق المواقع، بتفوت على الويب سايت اللي هو مثلا من الأمازون، من علي بابا، من الإي بي، طبعا مواقع كثير تقدر تشتري منها. طبعا يا أخوان، أول شغلة بتسووها تتأكد أنه الشركة هذه موجودة وصحيحة وأرقام تليفوناتها كل شيء موجود إلها. طبعا أول شغلة بتطلبه يا إخوان من الشركة اللي راح تشتري منها القطعة البروفايل. هذا البروفايل شو هو؟ هو البروفايل اللي هو اللي بيعتمد أو نحكي بشكل عام بيعطيك التتلز كامل للشركة، عادي إنك تطلبه منهم. طبعا الوضع طبيعي جدا، أنت كونك بدك تشتري بمبلغ كبير نحكي مش مبلغ صغير، تمام، قول لهم أنا بدي البروفايل تبع الشركة تبعكم عشان انا اتاكد ان اللوكيشن وكل شيء من، طبعا اذا كان من الصين او غير من الصين، انا قاعد بحكي بشكل عام من اي دوله في العالم. طبعا اذا ما كان انت عندك نحكي مورد صحيح لهذه الشركه او نحكي كوكيل خاص في الشركه الموجوده عندكم في بلادكم مش موجود، انت بدك تشتري من برا، فبتطلب البروفايل من، طبعا انت بدك تشتري مثلا من موقع علي بابا، بتطلب منهم البروفايل كشركه، بتطلب منهم بروفايل، بدي البروفايل تبعكم عشان اتاكد. انت طبعا ما راح تقول لهم عشان اتاكد، طبعا عشان تقول لهم انه انا بدي اشوف شو عندكم نحكي عروض، وبدي اشوف شو تتلز الشركه او ايش بتختصوا فيه او ايش اللي بتبيعوا فيه بشكل عام. طبعا هم مباشره بيتواصلوا معك عن طريق الايميل او الواتساب، بيرسلوا لك البروفايل كامل. فانت اول شغله بتتاكد منها انه هذا المصنع او المورد صحيح 100%، ما في اي مشاكل فيه. طبعا بيبعثوا لك الصور، بيبعثوا لك الفيكتور تبعهم اللي هو نحكي المصنع، العاملين اللي فيه، بيعطوك بروفايل كامل للشركه. هذا واحد. اثنين، انت لما تطلب منهم العينه او تطلب منهم القطعه اللي راح تشتري منها، تطلب منها الصور الحقيقيه وليس الصور الموجوده في داخل الويب سايت، تمام. تطلب منهم الصور الحقيقية أو الفيديو الحقيقي الموجود عندهم وليس الموجود في الويب سايت، هذا رقم اثنين لازم تطلبه منهم. إذا ما أعطوك إياه بكون في خلل معين، تمام. أنتوا بتطلب منهم، بتقول لهم أنا بدي اللي هو الويب سايت، عفوا اللي هو الفيديو أو الصور غير الموجودة في الويب سايت، أنا عشان أني أتأكد أنه هذه فعليا القطعة الصحيحة عندكم ولا لا.
طبعا يا اخوان هذا الحكي انت ليش تطلبه؟ لانه ممكن يكون في وسيط بينك وبين الشركه او المصنع اللي راح تشتري منه، فانا ما بدي الوسيط، لانه الوسيط راح يربح اقل شيء يا اخوان اذا كان من الصين 25%، تمام؟ عشان تكونوا عارفين ربحه 25% اقل شيء، راح يضيف على الفاتوره 25% اذا كان وسيط بينك وبين الشركه. انا ما بدي وسيط، انا بدي الشركه الام او نحكي المصنع الام اللي بورد، اذا ودوا لك الصور وتعاونوا معك بكون هذا الوضع صحيح 100%. ثلاث، طريقه الشحن. طبعا يا اخوان انتم في شغلات كثير الناس ما بتعرف عن موضوع الشحن، وهذا ضروري تعرفوه 100% لانه الشحن بشكل عام غالي جدا. فانت لما تعمل اتفاق بينك وبينهم عن طريق مثلا علي بابا، موقع علي بابا، طبعا موقع علي بابا بتلاقي فيه كثير وبيعطوك نحكي مباشره كونتراكت تعملهم مع الشركه وبتفوت عليه وبتعطيك البروفايل عادي، الموضوع طبيعي جدا تتواصل معهم. هو طبعا بالنسبه لهم كموقع علي بابا له نسبه معينه كونه هو عمل علاقه بينك وبين الشراء، او عفوا اللي هو بين الشاري وبين المصنع او بين المورد، عمل اتفاقيه عن طريق موقعه، تمام؟ هو بالنسبه له بياخذ عمولته جاهزه ما في اي مشاكل فيها، تمام يا اخوان؟ فعلى اساس انه يبعث لك القطعه الصحيحه 100% عن طريق الشحن اللي انت طالبه. طبعا يا اخوان بتفوت على الشيبينج، ضروري تختار اللي هو الشيبينج الموجود في بلدك. طبعا انت لما تعمل شيبينج موجود عندك في بلدك ممكن تختصر عليك كثير من موضوع اللي هو الشحن او اللي هو مصاريف الشحن، لانه بيختلف معك مصاريف الشحن اذا كان من شركه معينه مثلا دي اتش ال، اليو بي اس، بتورد او نحكي بتشحن البضائع طبعا عن طريق اللي هو الطيران، عن طريق اللي هو نحكي البر، عن طريق اللي هو البواخر، كلها موجود. طبعا ارخص شيء يا اخوان كونتينر عن طريق البواخر، هذه ارخص شيء. طبعا انت بالاثناء هذه بتطلب الشيبينج اللي هو موجود في بلدك عن طريق الموقع، بتفوت مثلا تعمل اللي هو الشيبينج، بتحط مثلا انا مثلا كاي واحد عنده بلد، مثلا انت في بلد نحكي في الخليج مثلا في السعودية، تمام؟ في السعودية بتحط مثلا AS أو SA، تمام؟ بيعطيك الشيبينج الموجود عندك. أنا مثلا في عمان بعطيك اللي هو OM، تمام؟ أي منطقة أنت موجود فيها بتعمل الاختصار تبعها في الشيبينج، فبيعطيك الشركات الموجودة عندك اللي بتشحن لبلدك، تمام؟ هذه بتختصر عليك أمور كثيرة اللي هي مصاريف الشحن. بصير عندك الشحن بدل ما يكون من 5000 دولار بصير عندك الشحن 1000 دولار. شوف الفرق كم، الفرق تقريبا يعني كبير، مش شوي، فرق كبير كبير، 5 أضعاف، تمام؟ بيختصر عليك خسر 5 أضعاف. إذا أنت طلبت الشيبينج مباشرة من الشركة من الصين أو نحكي أو أي بلد ثاني اشتريت منها بكون عندك المبلغ عالي جدا، تمام؟ هاي ثالث إشي. فأنت بتتواصل معهم وبتشتري القطعة الصحيحة ومية في المية ما بيكون عندك أي مشاكل بينك وبين المورد وبين الشحن، تمام يا أخوان؟ هذا اختصار لموضوع إذا أنت اشتريت قطعة من الموردين الموجودين داخل ويب سايت يكون موضوع صحيح. طبعا أنا شرحت لكم عنها هسه الآن كاملة. طبعا أنا زي ما حكيت لكم اشتريت القطعة هذه، طبعا أنا عشان أتأكد إنه هذه القطعة الصحيحة. طبعا هذا البلوتر حديث جدا، آخر بلوتر طبعا في الشركة نزل، تمام؟ طبعا هو بالشحن لازم يفتحوه. طبعا أنا هسه بدي أفتح لكم إياه أفرجيكم بس شغلة معينة عشان يكون في مصداقية في موضوع الشحن، تمام يا أخوان؟ شوفوا كيف، خلنا أفرجيكم هالشغلة معينة، تمام؟ طبعا هذه القطع الموجودة لسه مش راكب الماكينة، مجمعة جوا، طبعا مكيسة جاهزة مش مفتوحة لغاية الآن، أنا ما فتحتها أو أني ما ركبت الماكينة. بدي أتأكد من شغلة واحدة عشان أعرف أنه هذه القطع وصلتني صحيحة 100%، طبعا خاصة البلوتر أنا بحكي. طبعا البلوتر مباشرة يا أخوان بيجي معاه البوكس تولز، البوكس تولز، عشان أنا ما فيش داعي أن أشوف الماكينة جوا لأن الموديل نفسه موجود عندي في الكرتوني. وطبعا أنا بشتري من شركة نحكي مش مرة ولا مرتين، هذه الشركة كبيرة، مصنع كبير موجود في الصين، وبورد لي كل القطع الحمد لله كلها تمام ما فيها أي مشاكل أو نقص. فأنت مباشرة هذا الماكينة أنا ما بفتحها ولا بشوفها، مباشرة بفتح التولز بوكس هذا، تمام؟ شوفوا أنا هسه فتحته أمامكم، طلعوا كيف، أنتوا عارفين هذا كونه ليزر أرمس اللي هو برنامج اللي هو ساين ماستر، تمام؟
شوفوا كيف هذا الباكج الأصلي تبعه. طبعا السيريال داخل جواته، طبعا بيكون معاه وصلتكم، وصلة USB، وصلتكم وصلة USB، إذا ملاحظين درايفر USB. تمام، هذه نحكي الشركة بتعطي كفالة، هذه الشركة بتعطي كفالة، شايفين؟ طبعا إذا أنت كنت في الصين أنا ما في لها داعي عندي، لأنها طبعا الكفالة ونير، الورنتي ورنتي ونير. طبعا أنا خارج نحكي اللي هو اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو نحكي الكفالة، خارج الكفالة. تمام، هذه هو ملاحظين، شوفوا حتى القواعد، إذا ملاحظين هنا شوفوا لي شفرات القص، شايفين البراغي، هذه قطعة الأورجينال تاعت القص اللي بركب عليها الشفرة. تمام، هذه إذا ملاحظين هذه قطعة اللي هي الدروينج اللي عليها القلم. تمام، وهو الكيبل تبع الباور. تمام يا أخوان، فأنا ما بدي أفتح الماكينة كاملة، خلاص أنا بتأكد من البوكس تولز بوكس هذا كامل، ما في أي نقص فيه، خاصة طبعا برنامج تبع تشغيل الماكينة هذا أهم إشي، إذا مش موجود هذا مشكلة، راح تشتري من مواقع راح تدفع 60-70 دولار، 80 دولار حسب المواقع اللي بتبيعه. طبعا أنا مع CD الأورجينال تبع الشركة كامل وقطعها كاملة، أنا بكون هيك اتأكدت إنه قطع الماكينة كاملة بالطريقة تعيت اللي هي التولز بوكس هذا، بكون عندك كل قطع الماكينة موجودة. طبعا يا أخوان في ناس كثير اشترت بلوتر نفس هذا بالضبط، مش نفس الموديل، الموديل بجزء أقدم شوي، نفس هذا اشتروه، كانت القطع ناقصة أو التولز بوكس هذا كله مش موجود، كان حاطين الكيبل برا وحاطين القواعد هذولا وحاطين له اللي هو سن القطع لا أكثر ولا أقل، باقي ما تبقى وسلك اليو اس بي اللي هو تبع توصيل الماكينة فقط لا غير، الدرايفر ما درايفر وغيره أنت بدك تركبه لحالك، ما في غير القطع هذول الموردين لك. يا طبعا هذه أحد الأخطاء اللي أنت بتقع فيها أثناء شرائك من شركات معينة غير نحكي متعارف عليها بالنسبة لقطع الغيار أو نحكي الماكينات اللي نشتغل فيها في الدعاية والإعلام. طبعا أنا حبيت بس أنوه لهذا الفيديو، ليش؟ لأنه في ناس كثير للخسارة الكبيرة وقعوا فيها وما أجتهم المكان زي ما طلبوها وناقصة كثير وما فيها أي قطع موجودة بتشغل الماكينة، فاضطروا إلى شراء قطع ثانية على أساس إنه يشغلوا الماكينة ويمشي الماكينة وصير تشتغل معكم بشكل طبيعي. بارك الله فيكم يا أخوان، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا في الموضوع هذا، ركزوا في هذا الموضوع ضروري يا أخوان، لأنه في ناس كثير زي ما حكيت لكم وقعت فيه، وما بدنا إن شاء الله أي حدا يقع نحكي في مشاكل أثناء شراء المواقع. طبعا مواقع كثير اللي أنتم عارفين مواقع كبيرة وموجود في الانترنت وفيها نحكي أمور كثيرة ممكن تقع بأخطاء، وممكن إن شاء الله تمشي أمورك ما تقع بأي خطأ. طبعا اتبعوا الخطوات اللي أنا حكيت لكم عنها بإذن الله تعالى، ودققوا على موضوع اللي هو الشحن، وإن شاء الله بتصلكم البضاعة صحيحة 100%. طبعا أنا بستخدم نحكي شركة شحن معينة بصلني البضاعة ما شاء الله تبارك الله تمام، ما فيها أي مشاكل، حتى بكونوا فاتحينها في الجمرك مباشرة بس يطلعوا عليها طلع معين، وبس لأن هي أصلاً طالعة فاتورة صحيحة من الشركة أو المصنع، وطبعاً بكون التوريد عن طريق البنك اللي هو الفلوس، الدفع الفلوس عن طريق البنك اللي هو اعتماد، تفتح أنت على أساس أنه يصلكوا البضاعة صحيحة، هم يصلهم حقهم 100% وما يكون عندكم أي مشاكل بإذن الله تعالى يا أخوان. أكيد لا تنسونا باشتراكم في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يصلكم كل شيء جديد بإذن الله تعالى، وتستفيدوا بأمور كثيرة بالمستقبل. وبارك الله فيكم، وشكرا حلقة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.